أثناء زيارة أحد مزارع البرتقال الصيفي العضوية في الدلتا، وهذه مفاجأة للكثير أننا في الدلتا لدينا مزارع عضوية ولديها شهاداتها ومعتمدة، وتصدر منتجاتها سواء ثمار أو عصير لأوروبا وبالتحديد ألمانيا. وهذه المزرعة نظام الري فيها كما نرى في الفيديو رشاشات مايكرو سبرينكلر تماما مثل رشاشات النجيل، حتى نضمن عدم رجوع المياه على جذع الشجرة، وبالتالي عدم الاحتياج لمكافحة التسمم. وهذا الرشاش تكون زاويته حوالي تلتين دايرة كاملة علشان المياه مش هتيجي ورا، وده بيديني كفاءة عالية في الحوض. الشجرة الواحدة بيبقى لها رشاشين اتنين في الحوض زي ما احنا شايفين في الصورة كده، الحوض بس كله ده الرشاش التاني زي ما احنا شايفينه، وده جذع الشجرة. لحظة مع حضرتك، لحظة انا هجيب لحضرتك اوريه للسادة المشاهدين. ده ادي الرشاش اهوت، لان احنا طبعا مش شغال دلوقتي. هو لما بيشتغل ضغط الموتور بيبقى الرشاش كده، يبدأ رش الماية في نص دايرة او تلتين دايرة، وبالتالي انا جذع الشجرة اهو زي ما احنا شايفين كده، جذع الشجرة نظيف، معلش اي اثار مية ولا اي اثار تسمغ ولا اشنات ولا اي حاجة، جذع الشجرة نظيف تماما لان المية بعيدة عنه، وفي نفس الوقت بياخد كمية المية اللي محتاجها الحوض بالظبط. والسماد زي ما احنا شايفينه، ادي السماد محطوط علشان المية بتيجي عليه، بتحلل تحلل بطيء مع طبعا لاحتياجات الشجرة مرحلة بمرحلة، طبعا لمرحلة ازهار والعقد ونمو الثمار. ده بيدينا مثال للزراعة العضوية، ان الزراعة العضوية عشان في ناس كتير بتقول الزراعة العضوية بتخسر، الزراعة العضوية في وسط الدلتا ما بتخسرش وجايبة النتائج الحمد لله. زي ما هنشوف دلوقتي المحصول الشجرة على الشجرة شكله ايه، ودي في قلب الدلتا. يبقى ايه المشكلة ان احنا نشتغل عضوي؟ هنزود الانتاجية بتاعتنا، الانتاجية مش هتقل، لان في ناس للاسف بتقول ان انتاجية المزارع العضوية بتقل. المزارع العضوية ما بتقلش، بتقل. استاذ خالد صاحب المزرعة، بتقل الانتاج عندك شكله ايه؟ لا، الانتاج زي كل ما هيشوف الفيديو خير وسيلة للاقناع. الحمد لله، ما احنا عشان كده احنا عاملين الفيديو ده، الانتاج ما بيقلش بس وفي نفس الوقت الانتاج كقيمة تسوقية اعلى بكتير، لان انا ببيع منتج عضوي كامل وطالع من وسط الدلتا، لان عشان ما نتهاجمش ونفكر كل اللي عايز يعمل عضو في الدلتا اللي هي منطقة تركيز البرتقان، خاصة البرتقان ابو سرة، ازاي مش عارفين نعمل عضوي وليه ما نطلعش عضوي وما نعملش اد فاليو للمنتج بتاعنا ليه واحنا في وسط الدلتا اللي هي منطقه التركيز ابو سره في مصر. يا ريت دي الفيديو ده رساله لاخواتنا المزارعين، نشوفوا حجم الشجره قد ايه وحجم الانتاجيه قد ايه. ده حجم الشجره، الشجر ده عمره حوالي 20 سنه تقريبا، وفي محافظه المنوفيه يعني في وسط الدلتا. وادي الانتاجيه بتاعت الشجره، ودي كانت المفروض السنه دي احنا، ده كان موسم ازهار 2016 اللي كانت فيه مشكله، ان احنا بنقول ان العقد خفيف في معظم المزارع. ادي العقد قدامنا اهوت، الشجره بسم الله ما شاء الله عليها كميه ثمار، بالنسبه لان العقد كان منخفض في هذه في العام الماضي نتيجه الظروف الجويه اللي حصلت، فبالتالي يبقى الثمار كميه ثمار محترمه، انتاج عضوي ذو قيمه عاليه. الاوراق زي ما احنا شايفينها، الاوراق نظيفه ما عليهاش حاجه، ما فيهاش اصابات الا بسيط قوي، معدل النمو بتاع الورق محترم، معدل جيد اهوت. نقرب دي للساده المشاهدين، دي دوره نمو الخريف بتاع السنه اللي فاتت، واحد دلوقتي في اول ثلاثه. شكل الورق شكله ايه؟ ورق فريش صحي